دلوقتي في مشهدين بخصوص ما يحدث في غزة. مشهد بيقول أنه حدة العنف من الممكن أن تتوقف في ظل طبعا مفاوضات هدنة جديدة ما بين الاحتلال والمقاومة. ومشهد آخر بيقول أن في كلام خرج عن جنرالات في الجيش جيش الاحتلال بيؤكد استكمالهم للعمليات العسكرية في القطاع خلال الأيام اللي جاية. وهنا هيجي سؤال مهم جدا في ظل هذه المشاهد المتضاربة، هل هناك دلالات تبرهن على توقف آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين؟ يعني الحقيقة شاذلي، في كل يوم أو كل ساعة بيخرج تصريح جديد إن كان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول حتى الداعمة لإسرائيل. حتى لو هنتكلم على التصريحات اللي بتخرج عن المقاومة والدول الداعمة أيضا لحق الدولة الفلسطينية في إقامتها، كل فعلا كل ساعة بيخرج موقف وحدث وتصريح جديد، فبقت المشهد بقى مش ضبابي ولكن في أسئلة كتير جدا يجب أن نتوقف عندها. بنلاقي بيخرج حديث وبيحصل حاجة مختلفة على أرض الواقع. يعني حتى كان في حديث يا شاذلي أنه الجيش الإسرائيلي قال لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما توقف تكتيكي في القتال. فيعني إيه؟ يعني إحنا حتى التلاعب بالمصطلحات وبالألفاظ بقى من أكتر الحاجات اللي إحنا بنتابعها في هذا الصراع، تحديدا هذه المرة فيما يحدث في قطاع غزة، لعب من المصطلحات بشكل كبير جدا، وبنلاقي إن في البعض حتى بيقع في هذه المصطلحات. إحنا محتاجين نعرف أكتر عن هذه المصطلحات. يعني إيه وقف تكتيكي للقتال؟ هل ده معناه وقف إطلاق النار ولا مش وقف إطلاق النار؟ حديث عن إنه الهدنة هتبقى متعلقة بالإفراج عن 10 رهائن من المقاومة، 10 رهائن طبعا إسرائيليين من المقاومة كل يوم، وده شرط لاستمرار الهدنة. يخرج بعد كده لا، يعني لم يتم الحديث عن هذا الشرط. أعتقد في يعني تساؤلات كتير يا شاذلي. بكل تأكيد احنا معانا دلوقتي الدكتور عبد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. هل هناك دلالات تبرهن وتؤكد على وقف آلة الحرب الإسرائيلية؟ على ما أظن نعم، يعني تم التمديد ليوم واحد كما قيل في آخر الأنباء، ومن المحتمل يعني أن يتم اليوم استمرار المباحثات حول تمديدات قادمة، ولكن الذي أكد قبل قليل هو أنه تم التمديد ليوم واحد. ولكن طبعا من الطبيعي أن تبقى الأمور هشة طالما أننا أصبحنا نتحدث يوم بيوم، وبالتالي إما أن يتم اختراق جديد على صعيد وقف إطلاق نار يعني أطول وأكثر ثباتا، وإما ستعاود إسرائيل برأيي بعض الهجمات يعني وافتعال بعض المعارك هنا وهناك، مع أن الإدارة الأمريكية صرحت بأنها تمانع يعني استمرار القتال وتريد يعني التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد أو هدن جديد. طيب بفندم، يمكن الجيش الإسرائيلي خرج وتحدث عن أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما التوقف. يبدو أن احنا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أكيد هنحاول نعود الاتصال به مرة أخرى. بكل تأكيد، وإحنا بنتكلم دلوقتي على التصريحات المتضاربة في بداية هذه الحرب، خرجت أصوات من الداخل الإسرائيلي بتقول الكل مقابل الكل. احنا طبعا فهمنا ان كل المحتجزين لدى كل الاسرى الموجودين في السجون الاسرائيليه، لكن وضحوا بعد كده هذا التصريح بان الكل مقابل الكل، اللي هي عوده المياه والكهرباء والوقود الى قطاع غزه مقابل الافراج عن كل المحتجزين الموجودين. لكن خلال هذه الايام امبارح واول امبارح هناك تقارير اعلاميه اسرائيليه كثيره بتتحدث عن الكل مقابل الكل، تبييض السجون الاسرائيليه بالفعل من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال، وده بيعتبر تغير في موقف قوات الاحتلال. نتنياهو بالأمس بيقول إن احنا حققنا نصر مهم جدا باستعادة مزيد من المحتجزين. صحيح يا شاذلي، وهناك برضو حديث آخر إنه بالفعل القوات الإسرائيلية خسرت يعني الكثير من جنودها مع تخلف أكثر من 2000 جندي عن الجيش. ويعني
الحقيقه انه زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم تصريحات متضاربه وهي حرب اعلاميه كمان بشكل شرس جدا. يعني بتخرج هذه التصريحات مع معلومات متضاربه ان كان حتى من هذا الجانب من الجانب الاسرائيلي او حتى من جانب المقاومه. احنا كل يوم بالفعل بننتظر الجديد، حتى بننتظر زي ما انت كنت بتتكلم يا شاذلي فكره ايضاح التصريحات. يعني التصريحات بتخرج ان هي بيتم تلقيها بشكل فيها غموض وفيها لبس. صحيح، يعني عشان كده احنا دايما بنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة، بنحاول ان احنا ننقل لحضراتكم ونحلل مع حضراتكم ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة طبعا من قبل المحللين والمختصين في هذا الأمر. على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ومع ختام رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27، فمحافظة أسوان بتنظم ورشة عمل حول التوعية المجتمعية وزيادة الوعي بأهمية جمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل ووضع الحلول الإيجابية لإعادة تدويرها لمنتجات صالحة للاستخدام بصورة صحية وآمنة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن ورشة العمل دي وحملة تنظيف النيل وإعادة تدوير المراكب من الأستاذ مهاب العزازي منسق عام ورشة حماية النيل، صباح الخير عليك يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الفل يا فندم. يا اهلا بيك. بخير والله الحمد لله. محتاجين من حضرتك تفاصيل اكتر عن ورشه العمل والجهات المشاركه فيها كمان. اهلا، اسمح لي اقول لحضرتك ان مشروع فلوتينج فورورد هو مشروع بيئي بيقدمه معهد جوته المركز الثقافي الالماني بدعم من وزاره الخارجيه الالمانيه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم المصريه، مكتبه اسكندريه، مجلس الشباب المصري، كمان محافظه اسوان، ومتطوعين من مختلف المحافظات ومؤسسات بيئية من برضو مختلف المحافظات. بيشاركنا في المشروع بشكل أساسي مؤسسة بيري نايل هنا في القاهرة، وهي متخصصة في إعادة تدوير البلاستيك وإعادة استخدامه بشكل مختلف. هدف المشروع بشكل أساسي هو إن احنا نحقق التبادل والتواصل بين المؤسسات الحكومية التعليمية، منظمات حماية البيئة في مصر بشكل عام، وتعزيز وعي الشباب بالمشاكل البيئيه اللي حواليهم عن طريق مشاركتهم في فعاليات بيئيه في المحافظات اللي هم فيها. كمان بنستهدف جدا تعزيز موضوع حمايه البيئه في النظام التعليمي المصري بالشراكه طبعا مع وزاره التربيه والتعليم من خلال تدريب المعلمين اللي احنا بندربهم في ورش العمل، امناء المكتبات والفاعلين في حمايه البيئه بشكل عام. وده بنستهدف بشكل اعم واكبر هو خلق وعي بيئي في المجتمع ككل من خلال الحملات الاعلانيه والمعارض اللي احنا بنعملها. في اسوان حضرتك كنا بنستمتع جدا بورشه عمل لمده 8 ايام بيعقبها معرض، احنا عملناها كده برضو مع مشاركين من معلمين يعني من وزاره التربيه والتعليم من القاهره ومن اسوان. وعشان اوصف لحضرتك برضه اهتمام وزاره التربيه والتعليم بالمشروع، كان بيشاركنا في الورشه دكتوره رندا شاهين رئيس الاداره المركزيه للتعليم العام. وده بيعكس قد ايه الوزاره كمان مهتمه بموضوع البيئه وشغاله فيه بشكل كويس جدا. كمان من محافظه اسوان بيشارك معانا من اداره المخلفات كان ممثلين من عندنا ومكتبه اسكندريه. وفي الورشه دي كنا بنستهدف ان احنا نتكلم مع بعض عن المشاكل البيئيه اللي موجوده في كل محافظه احنا فيها، بمعنى ان احنا بنشوف في اسوان ايه اكتر حاجه مأثره على البيئه ونحاول مع سكان اسوان نفسها نحلها يعني. طيب يا فندم، يعني لو حضرتك تحدثنا عن الحلول الايجابيه اللي وضعتوها لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية من خلال المدرسين والمتدربين اللي شاركوا معاكم، خاصة أنه يمكن فكرة إعادة التدوير يعني المخلفات البلاستيكية تحديدا هي موجودة بقالها فترة، فإيه ممكن الإضافة اللي تكون حصلت من خلالكم؟ مفهوم. هو في البداية إحنا أصلا غير أن إحنا بندور البلاستيك ونعيد استخدامه، هو هدفنا الأول أن إحنا نحاول نوصل فكرة تقليل البلاستيك. إحنا عارفين أن إحنا مش هنقدر نستغنى عن البلاستيك بشكل عام، لكن بنتناقش مع المتدربين والمعلمين ازاي نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس فكره تقليل البلاستيك، بدل ما نستخدم ازايز بلاستيك نستخدم ازايز معدن للميه او نستخدم ازاز في حاجات مختلفه يعني. وعاوز اقول لحضرتك بالفعل في الورشه دي قدرنا مع بعض نعمل ونطور حاجات من البلاستيك بشكل قوي جدا. فيري نايل المنظمه اللي احنا شغالين معاها
بتطور حاجات من البلاستيك، تعمل منه مثلا من شنط البلاستيك القديمه تقدر تعمل منها شنط قويه، تقدر تعمل منها مقلمه، تقدر تعمل منها حاجات الواحد يقدر يستخدمها في البيت. واحنا ده اللي احنا كنا عاوزين نوصله للناس، ان احنا باقل الامكانيات الموجوده نقدر نعيد تدوير البلاستيك في بيوتنا عادي، مش محتاجين مصانع ولا محتاجين حاجه زي كده. كمان بنتكلم في فصل المخلفات، يعني ان احنا واحنا حتى في بيوتنا ازاي نقدر نفصل المخلفات بشكل سليم وصحي، بحيث ان احنا نوفر المجهود على العمال وعلى الشركات بعد كده اللي بتعيد تدوير البلاستيك بشكل او باخر. ده في بيوتنا كمان يا فندم، ومن خلال المصانع كمان اللي بتعتمد على هذه المخلفات البلاستيكيه في اعاده التصنيع مره ثانيه، هيستفيدوا هم كمان. بالظبط يا فندم. احنا كمان لو سمحت لي حضرتك اقول لحضرتك ان احنا من 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 ضمن الاهداف والحاجات اللي كسبناها الحقيقه في الورشه دي، غير الربط ما بين المؤسسات التعليميه الحكوميه والمؤسسات البيئيه، وان هم اشتركوا كلهم وقعدوا مع بعض في ورشه وقعدوا يفكروا ويحلوا ويطلعوا حلول. يعني كان في ورشه عمل جوه الورشه دي لصناعه الشنط والادوات الخفيفه من اكياس البلاستيك، يعني المعلمين بالفعل جوه والمتطوعين طبعا جوه الورشه نفسهم ابتدوا يطوروا هم بنفسهم بايديهم حاجات جديده من البلاستيك. بالاضافه الى كده، من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها البلاستيك، وزي ما بقول لحضرتك بيري نايل يعني المؤسسه اللي احنا بنشتغل معاها شغاله قوي في الموضوع ده، احنا ابتدينا ندخل جوه الخدمه، يعني في مراكب صيد خارج عن الخدمه ابتدينا نحاول ندخلها الخدمه دي عن طريق بلاستيك معاد تدويره. عارف حضرتك غطيان ازايز البلاستيك؟ غطيان ازايز البلاستيك دي بنجمعها من النيل او فيري نايل بتجمعها من النيل، وبعد كده بتتكسر وبعد كده بتتسيح وتتكبس، تبقى عامله زي الالواح الخشبيه. من خلالها قدرنا ان احنا ندخل مراكب صيد كانت خرجت من الخدمه، دخلناها الخدمه مره كمان. عظيم جدا. طيب بالنسبه يا فندم للمنتجات دي بقى، يعني حضرتك بتقول ان احنا بنحول هذه المخلفات البلاستيكيه لمنتجات، ان كانت شنط، مقلمه، يعني اي شيء، ايه اللي بيحصل في هذه المنتجات؟ اول حاجه لو احنا بنتكلم على ناحيه البيوت، احنا في بيوتنا نقدر نستخدمها لنفسنا طبعا، يعني نقدر. وكمان النشاط اللي بيعمله المدارس مثلا، المدارس تقدر تستفيد من النقطه دي بانهم ينتجوا، يعني يعملوا ورش عمل جوه المدارس وينتجوا حاجات ويبيعوها ويجيبوا حاجات للمدرسه، يعني المدرسه ممكن تستفيد بشكل عكسي من خلال بيعها المنتجات اللي هي بتقدمها عن طريق البلاستيك والحاجات دي. طيب الاستفاده من كل النواحي يعني. طيب استاذ مهاب، احنا كده بنتعامل مع الوضع الحالي اللي هو فيه مخلفات بلاستيكيه موجوده في النيل، فبننظف النيل وفي نفس الوقت بيعاد استخدام هذه المواد البلاستيكيه، لكن في الاساس ازاي نوعي الناس بضروره عدم القاء المخلفات البلاستيكيه داخل النيل لتاثيرها على حياتهم بشكل عام وعلى الثروه السمكيه بشكل خاص؟ احنا يا فندم بنشتغل على الموضوع ده بشكل قوي جدا من خلال ورش العمل اللي احنا بنعملها، احنا من خلال المتطوعين برضو اللي احنا بندخلهم معانا في الورش العمل دي، بنستهدف من خلالهم الوصول للمجتمع عن طريق بقى يعني التواصل الاجتماعي بشكل عام، عن طريق ورش العمل الصغيره اللي ممكن الشباب يعملوها وكل واحد في كل منطقته، بحيث ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. من خلال حتى يعني عايز اقول لحضرتك حمله جمع القمامه، المراكب اللي معاد تدويرها دي كان هدف من اهدافها ان احنا نقدر نوري نفسنا للناس، فالناس يعني تلقي نظرها على الموضوع وتبتدي تعرف اكتر ايه الموضوع البلاستيك والحاجات دي كلها. هكذا بنعمل كمان حملات اعلانيه توعويه بشكل عام لكل الناس، بحيث ان هي تبقى عارفه اكتر عن البلاستيك وعن اضراره وعن المايكرو بلاستيك وعن اضراره حتى على الاكل اللي احنا بناكله من السمك والى اخره يعني. طيب هل بشكل عام يا فندم فكره التوعيه ب يعني ملف المناخ او قضايا المتعلقه بالمناخ، شايف لاي مدى هي زادت لو هنتكلم على في اطار الشباب، وحتى لو هتتكلم على يعني انعكاسه على عدد المتطوعين، هل بقى في عندنا متطوعين مثلا اكتر حابين ان هم يشاركوا في هذه الفكره؟ يعني كلمني على الفكره دي، يعني الشباب بقى مشارك بشكل اكبر، في وعي بشكل اكبر بقضيه تغير المناخ اصلا؟
طبعا انا عاوز اقول لحضرتك من بعد كوب 27 اللي استضافتها مصر، احنا اتفاجئنا بعدد شباب مهول عاوز يشارك في الورش العمل اللي احنا بنعملها، وهي هم شباب متطوعين، شباب جامعات ابتدى يبقى عندهم وعي اكتر عن موضوع البيئه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا بنبعت او بنعمل اعلان او اوبن كول على صفحه المعهد عندنا في كل محافظه احنا بنروحها، علشان الشباب يقدر يقدم ويشارك في الورش العمل بتاعتنا في كل المحافظات، بقى مش في اسوان بس لكن في باقي المحافظات كلها. وبنلاقي استجابه من الشباب رائعه جدا جدا، مش بس الشباب، حتى المعلمين بيبقى عندهم نسبه كبيره جدا من الوعي البيئي. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا في نهايه ورشه عمل، كل ورشه عمل بنعملها بيبقى في ورشه كمان لتدريب المدرب اللي هو تي او تي، ان احنا ندرب الناس اللي بتشارك في الورشه دي هم هينشروا الفكره ازاي وهيعملوا ايه. وكل فرد من افراد الورشه بيعمل اكشن بلان او خطه ليه هيوصل المعلومات دي ازاي في البيئه بتاعته، المدرس هيوصلها ازاي، الطالب في الجامعه هيوصلها ازاي، اللي بيشتغل في حته معينه هيوصلها للشغل بتاعه ازاي، وهكذا. يعني في الاخر بنحاول ان احنا نتشعب في كل حته ممكن نتشعب فيها. تمام، ودي نظرية دوائر التأثير زي ما بنقول، يعني كل واحد بيعرف عن الموضوع فيبتدي يوسع الموضوع أكبر ويعرف كل المحيطين به بخطورة انتشار هذه المخلفات. طيب إزاي بيتم التنسيق ما بينكم وما بين محافظة أسوان، وإيه الدعم اللي قدمته المحافظة؟ عاوز أقول لحضرتك واسمح لي في البداية إني أشكر السيد اللواء محافظ أسوان، الحقيقة ساعدنا جدا 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 في إقامة المشروع في أسوان. احنا بنتواصل مع وزاره التربيه والتعليم ومع محافظه اسوان بشكل مع بعض كده، وعايز اقول لحضرتك ان احنا في التنسيق مع المحافظه عملنا معرض لاداره المخلفات في اسوان كبير جدا، وشاركنا فيه المحافظ نفسه، يعني المحافظ نفسه كان شاركنا في المعرض، وكمان قيادات المحافظه وقيادات وزاره التربيه والتعليم وشباب بقى الجامعه بتاعت اسوان. ودي النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان احنا قد ايه بنركز على الشباب. فاحنا جالنا مثلا 150 شاب من جامعه اسوان يشاركوا في الورشه، شوفوا احنا عملنا ايه خلال ايام الورشه كلها، يشوفوا احنا النتائج اللي احنا توصلنا ليها، يشوفوا المراكب اللي احنا عملناها. كمان المراكب كانت جزء من العرض، لان هي برضه معاد تدويرها من البلاستيك. كمان مع يعني مع محافظ اسوان قلنا له قد ايه احنا مبسوطين من نظافه محافظه اسوان بشكل مبدئي. تاني حاجه احنا عملنا ايه في الورشه دي كلها من اولها لاخرها، والنتائج اللي وصلنا لها في المعرض في الاخر. استاذ مهاب العزاوي، منسق عام ورشه حمايه النيل، مشكورك يا فندم